بسم الله، دلوقتي هنشوف الخصائص او بروبرتيز. انا بلاقي عندي هنا كويك بروبرتيز، لما بدوس عليها اول مره من اي عنصر بيبدا يجيب لي الخصائص بتاعتها. عندي البروبرتيز، لما اعمل سيلكت على اي عنصر بيبدا يجيب لي المعلومات الخاصه بيها، مثلا الايتم ده، الفاليو ده، الاسم بتاعها، التايب، الجيو اي دي، الايكون، هل هي هيدن ولا لا، والماتيريال كلها موجوده، الريفت ماتيريال، اوتوديسك ماتيريال، الاليمنت اي دي ده مهم جدا. بتلاقي كل المعلومات زي ما انت شايف. طيب لو انا عايز بقى اضيف انا معلومات خاصة بيا، ممكن اقول له add new user data tab، يبدأ يضيف لي حاجة خاصة بيا اهيت اليوزر داتا. اقدر اجي اعمل هنا اقول له انا عايز اضيف insert new property لما string، ده يبقى نص، اقول له مثلا name، تقدر تحط value في النيم ديت. اقدر اقول له انا عايز احط مثلا بولين yes or no، اقدر اجي هنا اضيف الكلمة اللي انا عايزها، واقدر برضو yes or no خليها yes or no. اقدر اجي هنا اقول له انا عايز اضيف float رقم فيكسور، وليكن مثلا موني او الطول او الارتفاع اي حاجة. تيجي هنا تكتب الرقم اللي انت عايزه، مثلا 3.5. اقدر اقول له انا عايز اضيف انتجر يعني رقم صحيح. ادوس هنا واروح قايل له مثلا 3. طب لو كتبت 3.5 يقول لي لا انا عايز 3 بس، عايز رقم يكون صحيح. اقول له 3 او 4 او 5 او هكذا. يبقى تقدر تضيف الخصائص اللي انت عايزها. برنامج نفس وركس من البرامج قوية جدا اللي تقدر تجمع فيها داتا من اكتر من برنامج، يعني ممكن تجيب داتا من سيمو 3 دي، على داتا من الاوتوكاد، على داتا من الريفت، وتجمعهم كلهم وتشوف الخصائص بتاعتهم كلهم وتعمل لها اكسبورت كلها.